السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول في المشهد اللي عندنا انه نعطي خامات واضاءة للمشهد اللي عندنا بحيث انه يصبح مشابه للصورة التالية. يعني المشهد اللي عندنا نفس الحاجة ولكن راح نعمل له خامات زي ما احنا شايفين ونضيف اضاءة بحيث يعطينا المشهد الغرفة هذه. راح نيجي اول حاجة راح نعطي خامات للارضية. راح افتح اعلم الارضية تبعتي، اختار الارضية، اوكي علمنا الارضية، نعطي له الخامة تبعتنا اي الساين. وهي شو لقيت الخامة تبعتنا، انا بدي اجي وابلطها، راح اجي اختار له تايل. خلينا نيجي من البامب واختار له التايل، اوكي اعمل له شو، اشوف النتائج على الارض. اوكي انا عايز ان انا ازغر، اروح على الادفانس، عايز ازغر المربعات تبعتي. اعطي له قيم 9 في 9، اسف 9 في 9، وهنا راح اقلل المسافة بين كل بلاطة والتانية اللي زي هيك. كويس، راح اجي وخلي اللون ابيض عندي، اوكي مبدئيا بس اعمل رندر واشوف النتائج. شوف المسافة بين البلاطة والبلاطة كويسة ولا صغيرة. اوكي يبدو انه فيش عندي مشاكل في عملية التبليط او في حجم البلاطة. اجي انا هلقيتها اعمل كوبي، اختار البامب اعمله للديفيوز واختار له كوبي. اوكي في الكوبي راح اختار الخامة تبعتي واجي هنا على اللون تبعي تكستشر، انا عايزه برضو ابيض وعايزه يكون له لمعة، عايز ابيض. انا بتهيألي المفترض ان انا احط له لمعة خفيفة، لا لمعة كويسة هيك. نعمل رندر ونشوف ايش النتائج اللي صارت عندي. هيك انا بلطت الارضية. اذا بدي احط على الارضية نقش معين بنفع اجي اخش على الطاي اللي عندي واجي على تكستشر واختار اي شغلة بدي اياها، مثلا بنفع اختار انا نويز، علم على النويز واختار جوا النويز انا عايزه مثلا يكون بني اي لون بدي اياه انا. ابيض، اوكي السايز بنفع نزغره. نعمل رندر ونشوف ايش بتصير معي. عمل شو هنا، اوكي اعمل رندر واشوف النتائج. اوكي الامور ماشية لكن ما احنا عايزين يبقى في له لمعة اكتر. خليني اكبرت شوية. طيب انا عايز يكون في لمعة او الارضية تبقى عاكسة،
يعني بتعكس او فيها جزء من المراية، كأنها مراية بس بجزء نسبي. راح ارجع برا واروح على الريفلكت واختار ري تريس، حرف الار، ري تريس، اوكي. راح اقلل القيمة تبعته شوية عشان يبقى عملية الانعكاس تبعته محدودة، ونعمل رندر كمان مرة. مبين انه عند الارضية عاملة كأنها مراية، بس الدرج الانعكاس عالية، بدي اخفضها شوية كمان. كانسل، عايز القيمة تبقى شوية اقل، اللي هي حوالي 20. اكتبها 20، نعمل رندر كمان مرة. اوكي، الاداء جيد، نخليها تقريبا 10، راح تعطيني نتائج افضل. واطلع فوق هنا واتحكم، انا عايز هذا السايز يبقى شوية اكبر، تهيألي هيك مناسب تقريبا. هيك احنا بنبقى عملنا الارضية. راح اجي واعمل السقف بيرسبكتيف، ونيجي للسقف. انا عايز الاضواء اللي عندي يكونوا مشعات، او يعطيني احساس انه هذا ضوء، هو بذات نفسه عامل اضاءة. طيب انا عايز امسك الضوء لحاله، راح اجي على جروب اوبن وامسك الضوء، انا راح اجي على جروب اعمله انا جروب، الاسم هذا خلينا على واحد مبين امامنا زي هذا، اوكي. طيب يبدو ان الجسم هذا كمان معمول له جروب، هرجع جروب علم عليه واجعل جروب اعمل له اوب. انا في عندي خامتين، خامة للاطار الخارجي واعطي له اياها لونها احمر، خامة عادية، عمل له لسونيس وخلي له لامعة زي هيك، وخامة تانية راح اجي اغير نوع الخامات اللي عندي واختار اركيتكتشر، فان اركيتكتشر اختار لون عندي ابيض عشان تكون الاضاءة بيضة، واخليه عندي هان في الاضاءة تبعتي، اوكي. هذا التاني راح اختاره انا للمبة الجوانية، اعمل له قصين، واللون الاحمر راح اختاره للاطار الخارجي
عمل له assign. راح يكون عندي بهيك شكل. خلينا الأحمر يكون شوية بني. اوكي اعمل رندر اشوف النتائج. الجسم اللي عملته جيد بس مشكلته انه ما بعطينيش احساس انه عامل اضاءة. عشان يعطيني احساس انه عامل اضاءة لازم اجي على الخصائص اللي عندي تبعت الريندر انجين واختار اندايركت الومينيشن وافعل خاصية انيبل فاينل جاذرينج. مفعلة معناته هو اوريدي اعطاني احساس انه جوا في عندي اضاءة او انه الجسم مضيء واللي حوالي بتأثر بي. بس انا عايز ازيد شدة الاضاءة شوية منها. هيك بتكون الامور جيدة. الجسم هذا اللي عملته راح اوزعه راح اعمل جروب كلوز. صار في عندي الجسم هذا واحد ثابت راح اختاره واوزعه عباقية او عباقي الضوء اللي عندي هدول. فانا راح اجي هنا اعمل ديليت. ده انواع الاضاءة اللي عندي هنا. يبدو ان الجهاز شوية تقيل وبالتالي الامور شوية سيئة. أعلم الجسم تبعي وأظل أمحي فيه. في آخر ضوء أنا بعلم عليه وأمحي. ضل في شيء عندي ما في عندي واحد يبدو إن أنا نسيه موجود هان. هيك أنا ببقى أتخلص من جميع أنواع الإضاءة الموجودة عندي في السقف. راح امسك هذا اجيبه على القرنة. انا عايز اعمل منه 4 نسخ. راح اجي على تول الري وانا عايز اعمل حوالي 4 نسخ. اعمل بريفيو هنا 4 نسخ على محور الاكس. هيك شكل تقريبا. انا عايزهم يكونوا كلهم انستانس واوكي. راح اخذ من هنا الضوء هذا كمان مرة وراح اجي على تول الري. انا عايز برضو 4 نسخ بريفيو بس هالمرة على محور الواي. بهيك شكل. اوكي راح اخذ الاضاءة هذه او وحدة الاضاءة هذه وهذه وهذه واعمل لهم شيفت في الاتجاه الثاني.
تقريبا هيك. هاي انستانس اوكي، راح اخد تنتين هدول واعمل شيفت واحطهم باتجاه. هاي اوكي انستانس، هيك انا عملت الاضاءات كلها. اوكي ضل اتعامل مع السقف. في الصورة اللي عندي، في عندي سقف هان في جاي عليه مربعات او كأنه معمول عليه ديكور في المنطقة هذه. راح اجي edit poly، راح استخدم هاي المنطقة المعمول عليها ديكور، راح اعطيها اعطيها خامة هاي الساين. وهي شو الخامة هذه، راح اجي على الطايل افتح الماب وعلى البامب اعطيها طايل. اعملها شو، وراح اجي على الطايل العب في خصائصه شوية. انا عايز المسافة تبقى شوية كبيرة، اقل القيم اللي هنا اسف ازيدهم، خلينا نقول 8 في 8. راح اجي واقل القيم هنا شوية، اضل عاير. انا عايز اعمل دوران، راح اجي على الدوران هذه وبزود بتهيألي 45. زود 45. الالوان اللي عندي هنا انا عايز تكون في عندي حاجة بيضة وحاجة سودة. اعمل شو، عايز هذا تكون سودة والتانية تكون بيضة عشان تميز الألوان. وراح أجي تعلي الخطوط شوية رفيعة، حاول أزبط الشكل اللي عندي. اما رندر اشوف النتائج. اوكي النتائج جيدة، بس يبدو انه عملية البامب بديها تبقى معكوسة. اجي على البامب بدل ما هي 30 احطها سالب 30، واعمل رندر كمان مرة. بيتهيأ للشكل هذا هو اللي مطلوب. شوف الصورة اللي عندي، بيتهيأ لي الأمور زي هيك. أخذ الكاميرا، وضع الكاميرا وأعمل رندر كمان مرة. اوكي مبين الامور جيدة. لو انا زودته بزيادة، لو خليتها سالب 60 سالب 60 وعملت رندر، يمكن الامور تبقى او الشكل بين اوضح عندي.
اوكي هيك الشكل صار اوضح. راح اجي اكمل الديكور تبع السقف، اجي على البرسبكتيف. المنطقة هذه هي المنطقة هذه المفترض ان انا اعلم عليها من خلال ايديت بولي، بس هو يبدو ان الجهاز شوية تقيل. أعلم عن المنطقة هذه، أعلم عن المنطقة الفوقانية اللي في السقف هذه، أوكي. أنا عايزها تعطيني إحساس إنه هي المنطقة أصلا مضاءة، وبالتالي راح أجي على الخامات واختار نوع خامات جديد اللي هو اركتكتشر، وخلي الجسم مضيء باللون الاصفر. اعطي له الساين وشو، اجي اعمل رندر. اوكي صار في عندي احساس انه الجسم مضاء وانه في عندي اثار اضاءة على السقف. لو انا حبيت ازيدها بنفع اجي من الخصائص اللي عندي واخلي هذا قيمة واحد، اخليها اثنين، راح الاحظ انه الاضاءة بتتضاعف او تأثيرها على الاجسام التانية بتتضاعف. اوكي الجسم صار مضاء، فيش عندي مشاكل. شوف شوف عندي شغلات تانية انا عايز اعمل. نشوف السرير، خلينا نشوف النقفة الموجودة عندي هنا. انا النقفة هذه، قبل ما اشوف النقفة انا عايز اعلم الجسم تبعي. هي انا عملت له هنا جروب او ما شابه، اي كلوز، اوكي. راح اجي على النقفة نعمل لها جروب، اجي على جروب اوبن واختار راس النقفة من فوق، اوكي. انا عايز هذا الجسم يكون شفاف، راح اختير له خاصية الاوبسيتي من هنا ويبقى الجسم معطيني اضاءة. اللون تبعه انا عايزه احمر او اصفر، خلينا نقول اصفر. اوكي اعمل له الساين وشو، انا عايز الجسم ذات نفسه يبقى مضيء. راح احط فيه ضوء كمان شوية من هنا عشان يعطي احساس حوالي انه في عندي اضاءة. اجعل الجزء الثاني من اختار الجزئية هذه، علم على القاعدة، تأكد ان المعلم صح، لا
انا مش عايز الترويسة فيها. هيك بتهيألي انا معلم صح. راح اعطيله خامة. الصين. واعطيله اللمعة تبعته. بتهيألي هيك بيعطيني احساس انه هو عبارة عن معدن. وارجع جروب كلوز. هيك خلصنا احنا النقف. انا عايز اعطي صورة للمنزل اللي عندي هنا. فاعلم عليه واختار البوليجون في النص واعطي له صورة، اي صورة انا عايزها. بيت ماب دور ايش في عندي صور. ماي دوكيومنت ماي بيكتشر. خلينا نقول الصورة هذه مع انه مش متناسبة معها كتير. اوبن و اساين وشو. اوكي راح نيجي للحيطان. اعطي خامة جديدة اعلم على الحيطان واعطي له خامة. انا الخامة هذا عايزها تبقى بالنية، بس الاول راح اعطيها من خلال نويز. في النويز اللي عندي اختار اللون هذا على افتراض واخذ منه نسخة تانية كوبي. نسخة تانية تبقى هذه، افتح منها بشوية صغيرة، والنويز تبقى قيمته كتير صغيرة. واعمل الساين وشو احاول اشوف النتائج. اوكي لو كانت الالوان شوية افتح يمكن لكان افضل. خلينا نقول هذه نسخة كوبي، فتح افتح شوية. اوكي رندر ونشوف النتائج كمان مرة. هيك الحيطان بتبقى شوية اللون تبعتها افتح، بس مبين النويز عندي، بين اثر النويز على الحيطة. كونسل انا عايز النويز يبقى شوية اصغر. خلينا نقول 0.5. اوكي ضايل اعمل الستاير عندي، او الستاير مش راح العب في الوانها كتير. اعمل الجزاز اللي عندي، اعلم الاسم هذا. شوف ايش انا اعمل له جروب. هاي اوبن اوكي. انا علمت على الجزاز انا عايزه يعطيني احساس انه هو جزاز. انا ممكن اعطي له اي خامة، يا اما خامة جزاز يا اما بختار خامات بسيطة، وبس براعي انه يكون في عندي شفافية. الصين وشو انا عايز يبقى في عندي شفافية درجة معينة، واعطي له اللون تبعه يبقى يكون ابيض. اوكي نفس القضية، انا عايز الاطار تقيل شوية. سيلف اليمينيشن هيك مبدئيا كويس. انا عايز اتعلم على الاطار الجيت.
اوكي انا معلم على الاطار، اعطيله خامه ثانيه الصاين، وينفع نعطيله اياها تكون لونها احمر، يا احمر يا ابيض حسب. اوكي هيك الاحمر غامق شويه، وبرضو ما انساش اعطيله لمعه عشان يعطيني احساس انه معدن. نفس الكلام اجي اعمل له جروب كلوز، نفس الكلام راح اطبقه على اللوح التاني من الاكزاز او الجزء التاني من الاكزاز، جروب اوبن شوف انا معلم على ايش فيه، معلم على لوح الاكزاز، وبالتالي هاي الاكزاز وهاي الصاين، علم الإطار، تأكد أو أنا معلم على الإطار صحيح، هاي اللون الأحمر وهي الصين وهي جروب كلوز. ضايل أنا ألعب شوية في الإضاءة اللي عندي، أنا عايز أحط إضاءة هنا، اختار اضاءة امني حطها عندي محل النقفة، اضبط ارتفاعها، انا عايز الاضاءة تكون هان. اوكي بتأكيد المشهد كله اظلم، انا اعلم على اضاءة امني تانية حطها عشان ضيق للمشهد كله نص الغرفة، وآجي أرفعها شوية في السقف. أوكي أنا بما إني بتعامل مع الإضاءة أختار الإضاءة اللي هنا، وآجي الإضاءة اللي عندي أنا عايز يكون نوعها ديكي، انا عايزها انفرس سكوير عشان تبقى لها حدود ما يبقاش الاضاءة منتشرة في كل مكان، وينفع احاول ازيد من تأثيرها على المنطقة تبعتها. هذا الاضاءة انا عايزها تأثر في كل اتجاه، اوكي فيش مشاكل. عايز احط اضاءة تارجت سبوت تيجي عندي من الشباك، هاي تارجت هاي عندي الإضاءة داخلة عندي على الغرفة من الشباك. أجي من نفس التوب انا مش عايزه تارجت، اسلف التحكم وازيحها شويه عشان تيجي بالظبط من الشباك. اوكي الاضاءه الجايه من الشباك انا عايزه تعمل لي ظل، فانا شادو افعلها. اوكي وعايز نوع الشادو يبقى ريت تريس عشان يعطيني احساس انه او عشان يقدر يميز بين اماكن شفافة والاماكن الغير شفافة في عمل الاضاءة في عمل الظل. شفت زد انا عايز هذا يكون نافذة تبقى توب، وهذه هي تبقى الكاميرا تبعتي. لو عملت رندر واضح انه عندي مشاكل في الاضاءة،
باعتبار انه في عندي مصدرين للاضاءة اساسيين، مصدر خارجي جاي من الشباك والمصدر اللي جايين حاطينه احنا في النص يعني عشان ضيق الغرفة. طبعا مباشرة هعمل كانسل واجعل الاضاءة اللي في الغرفة واخفض القيمة تبعتها 0.2 واعمل رندر كمان مرة. راح الاحظ انه الاضاءة داخلة من الشباك والمنطقة منطقة الالمنيوم الحمراء هذه عاملة عندي ظل وبين الظل عندي في الغرفة. كمان راح نلاحظ انه في عندي الاباجور اللي عندي هنا عاملة اضاءة حواليها حوالين الحطين هذول الارضية وعاملة تأثير كتير جيد. راح ننفذ نفس الكلام، الصورة اللي حطيناها راح نحطها هان وراح نلون شوية التخت وما إلى ذلك. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.